كيما المتنافسة رقم اثنين لهذه سهرة النهائي. راني نشوف منا البسمة على وجهك شيخ. نروحوا لأستاذنا رباح درياسة، عجبك الأداء؟ مساء الخير. مساء الخير حكيمة. مساء الخير حاج. نهنيك أولا لوصولك للنهائي. بارك الله فيك. تصفيقة حارة على حكيمة والزغريطة. وبما أن أهل الفن أكلامهم موصية، أنا راح نوصيك مهما كانت النتيجة تروحي تدقدقي في واحد الباب في وهران، باب الأستاذ الحاج محمد بلاوي الهواري، ويفتح لك الباب. وأنا نعرفه مليح، إنسان كريم وحنين، أطلبي منه حاجة واحدة بس، حدي معاك باقة من الورود في على قد المقام إن شاء الله. أكيد. قولي له بالحرف الواحد، أعمل لي لحن يا أستاذ أصيل وهراني أصيل. يقول لك السمع والطاعة والغالي يطلب الرخيص، لكن يقول لك جيبي لي الكلمات راهم هنا. شكرا. كلمات راهم موجودين، اغنيه باش ما ندخلوش في يعني في الكلمات، لان الوقت يداهمنا كما يقولوا اصحاب التلفزيون. الوقت يداهمنا، نقول لك العنوان سميتها الباهية. شكرا. الباهية، وهي بنت الواهية. وقلت له فيها مع التحيات الأخوية الصادقة للأخ الكريم والفنان العظيم الأستاذ الحاج محمد بلاوي الهواري، أخيك رابح درياسة، هذه تديها له يلحنها لك، وبعد ما تتلحن وتأديها بمعنى الكلمة يسمعها الخاص والعام، ونشوفه من بعد. شكراً. شكرا، بارك الله فيك. شكرا. وبالتوفيق بنتي، بالتوفيق. شكرا، يعطيك الصحة شيخنا. شكرا شكرا، وهذه هدية أخرى من شيخنا رباح درياسة إلى مدرسة الحنوة. شباب، حكيمة بنت البهية وهران. حكيمة أكيد راكي توحشتي بزاف مدينة وهران، وتوحشتي العائلة تاعك والأحباب والأصدقاء تاعك. وشنو هي أول حاجة تواسيها كي تولي الوهران؟ تروحي دك على بنا تروح لشيخنا بلاوي الهواري. حكيمة، احنا كذلك عندنا مفاجأة ليك، نروحوا نشوفوا الأجواء، كيفاش راهي الأجواء في مدينة وهران، كيفاش مدينة وهران راهي عايشة النهائي تاع حكيمة في هذه الطبعة السادسة، وكيفاش راهي العائلة تاع حكيمة الليلة. تابعوا معنا الصور. انا جار حكيمه وجواري صافي ديزاني، مشينا من عندها غير الخير، وجواري مسقمين، وان شاء الله توصل لا فينال، وحنا غادي نديروا اللي علينا ونصوتوا عليها، وان شاء الله تشرف في الغرب. شرفتنا، ونتمنوا لها النجاح، ونبغوها وغناها عجبنا، ورانا نفوتوا عليها كاملين. حكيمه فرحينا، فرحي حومتنا وحمرنا وجنا. وهذا الشعب هذا نتاع سيدي البشير هنا قال يقال لك فرحينا ان شاء الله. يا حكيمه ان شاء الله بربي فرحينا، راكي تشوفي الجمهور قاعد يقارع فيك، ان شاء الله بربي تديها. مهم ما تبقاش، خلينا نرجعوا الرول، خلينا نكملوا فرحتنا، غادي لما فرحناش راكي تعرفي ما تبقاش تزيد عاودي تولي لحومتنا. حكيمه انت فرحت بزاف، انت فرحت
وهاتي الانتظام عندي. نعم. ما تبكيش. صايب. أي صايب. كيف يهنا من بيها وليع في القطار جميع يا من ديلك هيفا ميالة من ديلك هيفا ميالة هذا حسن بديع. فرحنا بزاف في الطارمي طلعتي للنهائيات وزعما رانا مشجعين كاع في الدار وكاع وهرنا معاك وكاع صحاباتي كاع راهم يسقسوا عليك وراهم يقولوا زعما تحية حكيمة. راني فرحانة بنتي حكيمة بزاف من نجحت وربي وفقها إن شاء الله وتزيد إن شاء الله تزير روحها من القدام وربي إن شاء الله يكون معاها مع كاع خاوتها اللي معاها والأساتذة كاع أساتذة مشرفين بهم كاع إن شاء الله. يا حكيمة بون شانس يشان بيان يا ربي تي ان فينال اي تو غاني بروميير بلاس. حكيمة رانا معاك بإذن الله حتى النهائي إن شاء الله رانا فرحانين بك وشرفتينا وهرن وأفيك بليزير راكي مشرفتنا وحاجة كبيرة بزاف. حنا متمنينك إن شاء الله تكوني تي برومي وإن شاء الله ربي يوفقك وكاع كيما يقول كاع الجزائر راهي معاك مقسنطينة عنابة كاع راهم معاك. بولانجي حكيمة اللي كانت تقدمت في 2014 في مهرجان الموسيقى والأغنية الوهرانية اللي هو يعني سنويا يفوت في وهران والحمد لله بفضل الجميع احنا اتصلنا هذا السنة إلى الطبعة الثامنة بحول الله. في الطبعة السابعة حكيمة كانت تقدمت وما بين 26 شاب وشابة اللي هي دات الجائزة الأولى في 2014. حكيمة كانت تبغي تخدم لافوا عندها شابة بزاف والحضور تاعها عندها حضور عندها ثقة في النفس يخسام هذه اللي تميز بها حكيمة. صدقني وحشني بجد وروحي معك والقلب حزين مشغول عليك في البعد بستناك وانا دايبة حنين صدقني وحشني وروحي معك والقلب حزين مشغول عليك في البار. لا هذه كانت الأجواء في مدينة وهران شفنا الشارع وين عايشة حكيمة وشفنا الجيران تاعها كذلك لكن كذلك نروح وإحنا على المباشر إلى مدينة وهران نروح نشوف الأهل والعائلة تاع حكيمة فنحيي زميلتي إيمان من مدينة وهران. أهلا إيمان. على المباشر إلى مدينة وهران نروح نشوف الأهل. إيمان أهلا فنحيي زميلتي رانا على المباشر في السهرة النهائية. أهلا إلى مدينة وهران نروح نشوف الأهل. إيمان أهلا رانا على المباشر في السهرة النهائية. أهلا رنا على المباشر في هذه السهرة السادسة وهذا خلل تقني ما كناش نسمعوا فيهم ربما بعد لحظات نعود نقدروا نروحوا الى مدينه وهران باش نشوفوا العائله والاهل. واش راكي حابه تقولي للكل اللي راهم يشوفوك الليله؟ توحشكم بزاف. شوفي بالكاميرا. توحشكم بزاف سورتو راني شوفي ما بويا راني توحشكم بزاف وكاع ناس وهران وكاع جواريني وكاع اللي يبغيني كاع انا تاني نبغيكم بزاف. الى راكو حابين تصوتوا على حكيمة ما عليكم الا باختيار رقم 2 وبعث رساله قصيره على 63069 حكيمة هي المتنافسة رقم 2 وهي كذلك تقدر تفوز بلقب احسن صوت لهذه الطبعه السادسه. ربما حكيمة فيما بعد نحاولوا نروحوا الى العائله والاهل تاعك. من فضلكم تحيه للمتنافسة رقم 2 يعطيك صحه تفضلي.
من جديد من جديد مع الموسيقى والغناء نعود نروح إلى جوقنا الموسيقي وكذلك على التلاميذ اللي خرجوا من مدرسة ألحان وشباب من مسابقة مدرسة ألحان وشباب. نروح إلى الفن المعاصر واحدة من الأغاني العالمية الأكثر شهرة واللي أديت بطرق عديدة وبلغات عديدة كذلك إنها أغنية كساس. هذه الأغنية الكثير من الفنانين عودوها ومن الفنانين الآخرين اللي قاموا بإعادة توزيعها هو الفنان رامي عياش. فالأغنية رايحة تكون في برنامج الليلة والأغنية تحمل عنوان بالعكس. من فضلكم تحية لفريدة وياسين اللي رايحين يمتعونا بأغنية بالعكس. بدك تتسلي أنا؟ ولقيتيني موضوع قابل طلي بعيد عني طلي لا لا تراضيني لا مش قابل بدك تتسلي عني والله حرام تتسلي عني وكأنك مش شوف إلي بالعكس 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 اللي على هي على ألحان كساس. يعطيكم الصحة تفضلوا يعطيكم الصحة. تحية لياسين وفريدة تفضلوا. من جديد مع المتنافسة رقم 2 حكيمة تفضلي معايا حكيمة. حكيمة الآن نروح من جديد نعود نروح إلى
العائلة والأهل تاع حكيمة في بيتها، في البيت اللي كبرت فيه واللي خدات كل هاد الموهبة والفن. في حكيمة نروح ونشوف الأهل تاعك، ها تبقي معنا. تحية من فضلكم لإيمان من مدينة وهران. إيمان راكي تسمعي فيا؟ راني نسمع فيك منال. مساء الخير، مساء النور، ومساء الأنوار. راكي تسمعي فيا منال؟ نعم، تفضلوا. تحية وأهلا وسهلا لكل عائلة حكيمة. أهلا. أهلا، نحن متواجدون مع عائلة بولانجي حكيمة والأصدقاء والجيران، كلهم التحقوا بنا باش يوروا لها باللي راهم لهنا، باش يشجعوها. راني متواجدة جوستومون مع الأم حكيمة. مساء الخير الحاجة. لاباس الحمد لله. واش عندك تقولي لحكيمة باش تشجعيها في هذه السهرة النهائية؟ قولها بنتي زيري روحك إن شاء الله، وربي معاك، وغرب الجزائري كاع راه معاك ان شاء الله، كاع غرب تاع وهران راه معاك. ومادا بينا زيدي زايره روحك، ما تفشليش ان شاء الله، ربي معاك ورانا كاع معاك حتى للدقيقه التاليه. حتى الدقيقه التاليه ان شاء الله رانا معاك، وخاوتك كاع راهم معاك، عماتك خالاتك كاع راهم معاك. وراكي فخوره بها؟ مي راكي تشوفي فيها هكذا؟ الحمد لله يا ربي. البرايمات اللي فيها راني غايه، كاع اللي غنته وكاع اللي كل شيء كاع مليح. تغني غايه بنتي مليح، قلت بصح ربي معاها ان شاء الله. ان شاء الله. ونتمنى لها والاساتذه ان شاء الله كاع ثاني هما نشكرهم بالواحد ان شاء الله. ان شاء الله. احنا رايحين والاخت نتاع حكيمه. مساء النور اسماء. واش رايحه تقولي للحكيمه اللي راهي تشوف فيك دروك على المباشر؟ شرفتينا وهران وشباب. شرفتينا شرفتينا وهران. قولها قالت لك كاع وهران راها معاك، وفونت يا الفور فور. الله، هذا ما نقول لك. تري بيان. رانا مع الوالد نتاعك حكيمه، رايح يقول لك كلمه تشجيع السهره التاليه تاع البرايم النهائي، وهو راه متمني انك تكوني نجمه من نجوم الوهران. ان شاء الله. انا اكتوجي بامير نتاع نتاعك موفقه. ان شاء الله. أنت ربي معك، أنت حكيم مفقع. صحيح. الأخ تاعك يحيى تاني راه متواجد معنا، وراه حاب تاني هو يشجعك في هذه السهرة النهائي من الطبعة السادسة لألحان وشباب. يحيى. السلام عليكم. الحمد لله يا ربي كما شرفتينا وشرفتي الغرب، صافي بليزير. وإن شاء الله يا ربي في المستقبل إن شاء الله حاجة تكوني حاجة فور، والله ينجحك ان شاء الله ونطلب لك غير خير ان شاء الله. كما سبق لي وقلت بلي راه الاصدقاء نتاع حكيمه راهم متواجدين مع الصديقه نتاعها جوستومون، راهي لهنا باش تشجعها. مادا بينا احنا حكيمه تربح ان شاء الله، وفرحتنا ان شاء الله، وان شاء الله في المرتبه الاولى ان شاء الله. تي فا غاني حكيمه، تي فا غاني ان شاء الله حكيمه. ان شاء الله. ان شاء الله. ربي ان شاء الله. ان شاء الله رايحه تولي نجمه من من نجوم وهران ان شاء الله، وترجع كما نقولوا هي في المرتبه الاولى في هذه السهره الاخيره من برايم الحاد وشباب والطبعه السادسه. دونك رانا كاع نشجعوا فيك. صوتوا رقم، واش يصوتوا رقم؟ كاع راكم حافظينه. رانا حافظينه. واش تقولوا قال حكيمه؟ ان شاء الله ان شاء الله نربحها، ان شاء الله تكون الفايزين ان شاء الله. وهران راها معاها. وهراهي معاها ان شاء الله. كاع الغرب معاها ان شاء الله، كاع بالكبيره بالصغيره كاع. الله يوفقها ان شاء الله وربي يكملها ما يتمنى ان شاء الله. اليكم الخط منال. شكرا، شكرا لك ايمان، وتحيه لكل كل اهل حكيمه. تفضلي معايا. هالكلمه الاخيره تاع الام تاعك كانت تدعي لك، كانت تدعي لك. واش راكي حابه تقولي لها؟ ربي يخليك لي ان شاء الله ميمتي، وربي يشفي لي بويا ان شاء الله، وكاع اللي يقول في هذه الدنيا ان شاء الله ربي يشفي. ان شاء الله. من فضلكم الى كو حابين تشوفوا حكيمه تفوز بلقب احسن صوت، ما عليكم الا بالتصويت بعد اختيار رقم 2 وبعد رساله قصيره على 63069. بالتوفيق حكيمه، تفضلي. يا ترى تعرفنا مقبلات على نتائج تصويتكم، حتى ولو النتائج مؤقته وما راهيش
نهائية، كان غلاس في أول مرتبة ووعلي في ثاني مرتبة وحكيمة كانت في المرتبة الثالثة. يا ترى هل تبدلت النتائج؟ كون من غلاس وعلي أو حكيمة، راهو أو راهي في أول مرتبة إلى حد الآن. قبل ما نتروحوا نتعرفوا على هاد النتائج، عودة إلى زميلتي هاجر باش نشوفوا كيفاش راهي حكيمة قبل هذا الإعلان. شكرا منال. إذا مر الكثير وما بقى إلا القليل، ثواني محسوبة وكل خطوة متابعة. هي الطالبة الوحيدة اللي ما كانتش ولا مرة مرشحة للخروج من المسابقة طيلة مشوارها في مدرسة ألحان وشباب. حكيمة مساء الخير. مساء الأنوار. حكيمة، وش يعني لك هذا أنك وصلتي للنهائي بلا ما ترشحتي ولا مرة؟ زعما كان فخر لي أني ما خرجت، وهذا يعود للمجهودات اللي كنت نقدمها ونبذلها في المدرسة مع كامل الأساتذة اللي كانوا سهرانين على باش يخرجوا فنانين في هذا المسرح الكبير. يعني كنا حسن على عند حسن ظنهم إن شاء الله حكيمة. إذا مشاهدينا، إذا حبيتوا حكيمة تكون صاحبة لقب نجمة ألحان وشباب للطبعة السادسة، ما عليكم غير بتصويت رقم 2 مشاهدينا. وحكيمة قبل قليل في الكواليس قالت لنا عندها مفاجأة للجمهور، أنها بمناسبة هذا الذكرى لنحيوها ذكرى مجازر 8 ماي 45، حبت تقدم لكل محبيها ومعجبيها مقطع أكابيلا. يلا حكيمة تفضلي. من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا للاستقلال. شكرا حكيمة. إذا لكل محبي حكيمة سمعتكم هذا المقطع، أقول رقم 2 لحكيمة. شكرا، عودة لك منال. شكرا شكرا وشكرا لك حكيمة على هذا المقطع من نشيد من جبالنا. نولوا إلى المسابقة ونحن نتعرفوا على النتائج النهائية، النتائج الغير نهائية المؤقتة اللي لحقنا لها إلى حد الآن. شكون من حكيمة وعلي أو غلاس راهي أو راهو في أول مرتبة؟ نحن نتعرفوا على هذه النتائج بدون إطالة. إنه علي رزقي بنسبة 55%، وفي ثاني مرتبة غلاس بنسبة 35%، ثم في المرتبة الأخيرة حكيمة بنسبة تقارب 9%. صوته وزيد صوته على أجمل صوت، وهذا باختيار رقم 1 لوعلي أو رقم 2 لحكيمة ورقم 3 لغلاس، وببعث رسالة قصيرة على 63069. فالمسابقة لا تزال مفتوحة وإحنا يرانا مع بعض لحوالي 3 ساعات على المباشر على القنوات الجزائرية الأرضية 3 وعلى إذاعة البهجة واجي الأفام مع برنامج الليلة الثري والمتنافسين النهائيين 3 لهذه الطبعة السادسة. وغلاس الليلة هو كذلك رايح يغني أونسولو ورايح يورينا كل ما عنده في صوته. هو اختار لنا أغنية رائعة فنان علي عمران، أغنية سوالغ. من فضلكم تحية للمتنافس رقم 3 غلاس اللي رايحين نستقبله مباشرة بعد الفاصل القصير. ألحان وشباب برعاية موبيليس أينما كنتم.